لا، هو طبعا تشكيل مجلس الأعمال ليس مرتبط بأي إطار آخر، هو مجلس الأعمال بيتركز حول دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للتواصل بين البلدين، استكشاف فرص الاستثمار. أما القرارات الخاصة بالأطر السياسية فهذا يتخذ من خلال مشاوراتنا، ومن خلال تقييمنا، ومن خلال أيضا الاحتياج لأي ترفيع للأطر القائمة. فالتشاور السياسي وثيق وقائم فيما بيني وبين معالي الوزير ومستمر، وأيضا عندما نرى حاجة إلى تطوير الآليات الخاصة بالعلاقة فبالتأكيد سوف يتم ذلك من خلال التوافق والرؤية المشتركة فيما بيننا. شكرا جزيلا. كما تعلمون يدخل في إطار متابعة الالتزامات التي اتخذها على عاتقهما الرئيسان خلال إجازة السيد الرئيس البروندي في مارس، وقد التزم بتعزيز العلاقاته الاقتصادية بين دولتينا، ونحن كوزراء نحن هنا كي ننفذ الالتزامات التي اتخذها على عاتقهما رئيسينا، ولهذا نحن نشجع منتدى الأعمال حتى يتسنى لنا أن يكون هناك نوع من التفاعل بين رجال الأعمال المصريين والبرونديين، حتى يتسنى لهم إعطاء دفعة لهذا التعاون الاقتصادي بين دولتينا. يدخل ضمن العلاقات الاقتصادية الطبيعية، وهذا المنتدى لا علاقة له بمنتدى الغد، ولكن هذا في إطار متابعة الالتزامات التي اتخذها على عاتقهما رئيسينا. شكرا.